نروح مع حضراتكم نسمع كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حديثه اليوم عن انه 70 مليار جنيه هو قيمة وعاء مالي تابع لصندوق وزارة الصحة والسكان، وده ازاي ساهم في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. وأشار كمان سيادته أنه هذه المنظومة يمكن بتعجز دول كبرى عن أنها وأغنى من مصر بكثير عن أنها تحقق هذا العمل اللي تم إنجازه. وبالفعل كان هذا العمل قبل كده بيتم اعتمادا على تحمل الدولة جزء من القيمة والمواطن الجزء الآخر. نسمع مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس ونرجع بعد كده نكمل كلامنا. بالنظام اللي احنا عملناه ده واللي كتير قبل كده ما قدرتش تحققه لا في بلدنا ولا في بلاد أخرى ولا في بلاد اغنى مننا ما قدرتش. فاحنا كان النظام كان 15 سنه. طب معمول على ايه؟ على ان في قيمه الدوله هتدفعها لغير القادرين وقيمه الناس ايه؟ هي اللي هتتحملها من المشتركات. طيب وجينا ابتدينا نشتغل في رفع كفاءه المستشفيات في بورسعيد والخمس محافظات التانيين، صح كده؟ مظبوط. واحنا بنتكلم قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا بتحطوا افتراضات على ان الناس كلها ممكن تدفع، صح كده؟ تكون قادره على وحطيتوا نسبه. وحطيتوا نسبه، لكن عملتوا احتياطي لنسبه محتمله غير قادره؟ قالوا يا دكتور لا. قلت لهم ما ينفعش. لازم يكون عندكم صندوق فيه رقم يتزايد وتجيبوا له موارد عشان لما نيجي نخش على انتوا خدتوا محافظه بورسعيد كعنوان. مش كده؟ طب انتوا في محافظات اخرى ظروفها ايه؟ اصعب. مختلفة اصعب. فانت ممكن تقول لي طب النتيجة اللي هو التجربة بتاعتكم اللي عملتوها في بورسعيد مش هتبقى 100% صح يا دكتور خالد؟ صح. فتطبيقها على محافظات كثيفة بالظبط. فقلنا لازم يكون عندنا صندوق نحط فيه اموال ونعززه وندعمه من مصادر اخرى، بحيث لو دخلنا على محافظة طبقا للمعايير والحسابات الاكتواريه اللي اتعملت في وزاره في المختصين عملوها للبرنامج، لما تقل اخد منين؟ من الصندوق. من الصندوق. فالفكره دي قد تكون في دول ثانيه متقدمه عننا واغنى مننا ما تعملهاش. ليه؟ عندهم وزن تقدر تغطي التكلفه. تغطي، ثم مواطنيه اغنى مننا. يعني ايه مواطنيه اغنى مننا؟ هو المواطن اللي بياخد 3000 و4000 و5000 و10000 هو ده مواطن؟ هتقول لي انت بتقول كده وانت مسؤول؟ ايوه انا مسؤول، وعشان كده بشرح بقول اه ما اقدرش. المواطن بتاعي لسه لازم اول املاله جيبه بايه؟ بشغل، بوقت كتير وجهد كتير هنعمله يا دكتور مصطفى. فارجع تاني للدكتور خالد، فقلنا نعمل الصندوق ده. فانا النهارده الصندوق ده فيه كام؟ 70 مليار. وهم بيعرضوا عليا من كام يوم قال لي لو ما خدناش بالنا، مش كده يا دكتور؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ قال لي ممكن ايه في خلال كام سنه؟ 27 28 الفلوس اللي فيه ايه؟ تروح كلها. ايه؟ تروح كلها. علي صوتك. تروح كلها. قلت له لا 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 لا، غير مقبول، غير مقبول ان الفلوس ايه؟ لازم الصندوق يكبر ويزيد.